أنا أعتقد أنه الخلل بالنسبة للمنتخب خلل المنظومة الكروية. المنظومة الكروية تحاول تبني الهرم من فوق، أنك تجيب مدرب محترف مع لعيبة غير محترفين. المنتخبات الآسيوية حول المنتخب السعودي اللي كان المنتخب يفوز عليه بالأربعة والخمسة بدت ببناء اللاعب المحترف، بعد كده جابت المدرب اللي من السهل عليه بعدين يطبق أفكاره. المشكلة الآن المنتخب السعودي فيه لعيبة غير محترفين، ونجيب مدربين محترفين لا يستطيعون أن يطبقوا الأفكار. رأي الضيوف في هذه المسألة. أتمنى منك يا وليد الفراج أن تنصف النصر وتعطونا حقه مثل أي نادي في الأندية السعودية، ما بنحدد أي فريق، وبإذن الله الواحد الأحد النصر بمن حضر هالموسم زي موسم الماضي بإذن الله، إذا النصر فاز المباريات العشر المتتالية بإذن الله راح يصل لأشان في الدوري وراح يجيب الأغلب الدوري بإذن الواحد الأحد موسمين على التوالي. وليد ولع الليلة ولع على بصراحة. أنا اليوم دخلت موقع مكاني ولقيت الأسعار غالية جدا ومختلفة، يعني عندك الذهبية ب900 والفضية 300 والموحدة ما بين 95 إلى 28. أنا ودي أعرف السبب إن الموحدة ليش 28 و95 و95، يعني موحدة مبالغ في السعر هذا، إذا عندك خبر تعطينا خبر عنها. هذا موقع مكاني، مباراة الأهلي والوحدة يوم السبت إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير يا أخ وليد. والله احنا شعبين أخوين، سواء فوزنا واحد وتعادلنا واحد ولا بيننا خلاف، بس والله مباراة قوية. كيف الدبل؟